كيو ان دي. السلام عليكم. السلام عليكم، لو في حد موجود بليز اكتبوا لي في ال questions and answers في Q&A. أيوة مريم، سامعيني؟ مريم سامعيني؟ لو سامعيني اكتبي من فضلك وقولي لي إذا كانت الصورة واضحة أو البرزنتيشن واضحة. قبل ما نبتدي حد هنا معانا؟ شكرا يا مريم، والصورة باينة؟ مريم ممكن تكملي معايا انت ليدر، لو في اي مشاكل تكتبي لي اثناء ما احنا شغالين. طيب احنا كده كده مش هنبدأ غير 12:30 بالظبط، يكون اللي عامل حسابه يدخل في ميعاده. يدخل. تمام، اسمك ايه بس اللي بيكتب؟ هنستنى لغاية 12:30، مش هبدأ قبل 12:30، بس بنتأكد ان كل حاجة تمام. انا انتظرهم يعني.
السلام عليكم، انا موجوده من بدري مستنياكم تدخلوا. معايا دلوقتي 29 attendance، متهيألي العدد المفروض يبقى اكتر من كده، ولا انتوا مش بتحضروا؟ مين هيرد عليا في الشات؟ سامعيني كويس قبل ما نبدا عشان بس البروسيد ما يبقاش الدنيا واقفه. سامعيني وشايفيني وشايفين البرزنتيشن؟ الو، في حد يرد عليا من فضلكم؟ تمام يا مريم. الاول مساء الخيرات عليكم. انا اسمي دكتوره ايمان الفار، مدرس صحه عامه في طب القصر العيني معاكم. المفروض ان احنا النهارده الصوت مش موجود. ازاي فيبي؟ فيبي اللي بتقول الصوت مش موجود. سيف بيقول في ناس بتسمع المحاضره بعد ما تخلص، ده معناه ان احنا نستنى نشتغل يا سيف. حاضر، تمام. هنبتدي. حاضر، خلاص كده تمام فيبي. اوكي. رولا بتقول ما فيش صوت. رولا الوحدة اللي مش سامعة ولا في حد تاني مش سامع؟ انا مش عايزة ابتدي وفي اي مشكلة عشان ما تعملش انترابشن في النص. في سؤال حد من حضراتكم سأله، الجزء ده من المحاضرة دي موجودة فين في الكتاب؟ حد كتب اهو، فوليوم 1 صفحة 83، والحقيقه موجوده في العملي كمان، لان ده جزء مهم جدا للعملي، الريسيرش اثكس. وهقول لكم دلوقتي احنا شغالين اجزاء ازاي بتيجي بتيجي في الامتحان الاصلي وبتيجي في النظري، غير ان الجزء بتاع احنا محاضرتنا جزئين، جزء على الريسيرش اثكس والجزء الثاني على النت سيرشنج. والنت سيرشنج دي سكيلز هتنفعنا في الريسيرش موديول اللي انتوا اكيد خدتوا عنه اورينتيشن وعرفتوا احنا هنعمل فيه ايه. فاحنا محتاجين في ريسيرش ان احنا نخش ندور على حاجات، على ابستراكت. فده هنحاول نتعلمه مع بعض النهارده بطريقه، انا عارفه ان كلكم اكيد بتعرفوا تعملوا سيرش، بس انا يعني عايزه اوريكم تيبس كده ممكن تساعدكم. فخلونا نبتدي. نبتدي، ماشي يا رولا؟ خلاص هبتدي طالما انت سامعه. بليز من فضلكم لو في اي حاجه في النص، مش عارفه نكوميونيكيت مع بعض ازاي، عندكم اي اقتراح لو حصل مشكله مين يبلغني او يبلغني ازاي؟ اي اقتراح، اي اقتراح. مريم فين؟ مريم، انا اعتبر مريم الليدر بعد اذنكم عشان هي اول واحده دخلت معايا من بدري. طيب انا هشتغل من البرزنتيشن، ولو مش وهرجع بعد 5 دقايق لو البرزنتيشن ما بتمشيش معاكم قولوا لي. اول حاجه ريسيرش اثكس، ده عنوان المحاضرة بتاعنا كده. البرزنتيشن اتحركت معاكم السلايد الثانية؟ بيقول what is ethics، يعني ethics. ethics يعني اخلاقيات، صح؟ طب ايه الفرق بينها وبين الethics والبايو ethics؟ لو تفتكروا في الستاتستكس خدنا محاضرة statistics المفروض الاسبوع ده، قالوا لكم فيها الفرق بين statistics وبايو statistics. statistics عامة، البايو statistics الابليكيشن بتاع الستاتستكس في الميديسين، تمام. فاحنا برضو الاثكس يعني الاخلاقيات عامة، ways of understanding examining a moral life or right or wrong human conduct، يعني ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش، ايه اللي المفروض اعمله وايه اللي المفروض ما اعملوش. طيب امال ايه بايو اثكس بقى؟ هنت ابلاي الاخلاقيات دي في الريسيرش، يعني ايه اللي صح في الريسيرش وايه اللي ما يصحش في الريسيرش. واظن يعني الكلام ده دلوقتي بالنسبه للقصه اللي بتحصل بتاعه الكوفيد والفاكسينز والكلام ده هتفهموا اللي بيحصل ده ايثيكال ولا نوت ايثيكال، وايه اللي بالظبط مظبوط فيه وايه اللي مش مظبوط. طب هل الريسيرش اثكس دي طلعت من الهوا كده ولا طلعت ازاي؟ يعني ايه اللي بدا الاول، الريسيرش ولا الايثكس؟ تفتكروا الريسيرش بدا الاول، وبدا الريسيرش على الهيومن سبجكتس، وابتدى يحصل حاجه اسمها تراجيك ايفنت. يعني ايه تراجيك ايفنت؟ يعني مصايب، يعني حوادث، يعني الناس بتستغل الناس بطريقه مش ظريفه في البحث العلمي. فده خلى الناس تعمل ايه؟ خلى ان الناس تبقى عايزه، لا احنا عايزين نبتدي ناخد اكشن، نبتدي نحط رولز، نقول ده ينفع وده ما ينفعش، ده صح وده ما يصحش، ده ينفع نعمله وده ما ينفعش. فابتدى الريسيرش اثكس از ساينس تبقى ديفلوبت. تعالوا احكي لكم على شويه مصايب من اللي حصلت في التاريخ اللي ادت ان احنا يبتدي الناس تفكر في الريسيرش اثكس. منها النازي اكسبيرمنت، لو فتحتوا اي كتب
بتتكلم عن ريسيرش اسكس هتلاقوا الحواديت دي، الناس اكسبيرمنت ساعه الحرب العالميه الثانيه اللي هي سنه 39 او سنه من 39 لغايه 44، الجيرمان نازي اللي هم بتوع هتلر عملوا ايه بقى؟ كانوا بيعملوا تجارب. بيعملوا تجارب على مين؟ بيعملوا تجارب على اليهود، مش هم كانوا مضطهدين اليهود، كانوا بيحبوا اليهود، فكانوا بياخدوا البريزنرز بتاعتهم وبيحطوهم اندر اكسبيرمنت عشان ايه؟ عشان فايده الالمان، الجنود الالمان. تعالوا نشوف اول واحده، اي هوب انها تكون ظهرت عندكم. التراجيك ايفنت، اول حاجه هاي التيتيود اكسبيرمنت، لقوا ان هم اولادهم الالمان الجنود لما بيطلعوا بالطيارات، الطيارين بيطلعوا لفوق بيحصل لهم شويه تشينجز هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. فقال لك لا احنا نجيب شويه بريزنرز ونحطهم ونطلعهم هاي التيتيود ونشوف ايه اللي بيحصل في البلاد بريشر، ايه اللي بيحصل في الريسبيراتوري ريت، ايه اللي بيحصل في ده، ايه اللي بيحصل في ده، عشان ايه؟ عشان نشوف هنتصرف معاهم ازاي وازاي نحمي اولادنا. دي واحده. تاني واحده اسمها هايبوثيرميا اكسبيرمنت. يعني ايه هايبوثيرميا اكسبيرمنت؟ لقوا برضو ان هم بيروحوا في اماكن بارده بيحصل شويه مشاكل، فشويه المشاكل دي انونيمس بيقول ده شابتر كام معلش حبيبتي او يا حبيبي ما اعرفش انت مين ولا مين، اكتب لي اسمك، احنا بنتكلم الجزء ده غالبا موجود في العملي وموجود مع الريسيرش. انا معيش الكتاب للاسف بتاعكم بتاع السنه دي فمش هقدر اقول لك صفحه كام، بس هو ريسيرش اثكس موجوده في العملي مع جزء الموديول بتاع الريسيرش وموجوده في النظري مع الريسيرش ميثودولوجي. فاحنا عندنا هايبوثيرمي اكسبيرمنت برضو يجيبوا البريزنرز ويحطوهم في احواض فيها ثلج ويشوف التشينجز اللي بتحصل في الانسان. طيب بعد كده اللي بعد كده هاي التيتيود قلناها. طيب جاز جانجرين، لقوا ان ولادهم اما بيروحوا الحرب، محمد اما بيروحوا الحرب، محمد كتب لك اهو بيجي 83 شابتر 6، شكرا يا محمد. جاز جانجرين، لو اي حاجه مش واضحه يا ولاد وانا شغاله قولوا لي، او اي حاجه وقفت او في اي مشكله. جاز جانجرين لقوا ان هم بيروحوا الحرب بيحصل عندهم مشكله جرح كده، ما كانوش عارفين ان ده اسمه جاز جانجرين، غريب مش بيرسبونس للتريتمنت، وكان ممكن يقطعوا الليمبس بسببها. فجابوا شويه من البريزنرز وعملوا لهم الووند وشبه الووند اللي هم بيحصل بسبب الحرب، ويحطوا عليه تراب ويحطوا عليه ازاز، يعني سيميوليت الووند اللي بيجيبوه من الباتلز، ويشوفوا يجربوا مع البرايدمنتس المختلفه ويجربوا مع التريتمنت المختلفه. اخر واحده بقى الليمب ترانسبلانتيشن، ده اللي هم ايه، تخيلوا ان لو جندي من الجنود اتحصل له بصي يا سهى انا ممكن اكبر الشاشه هعمل فول سكرين، بس لو عملت فول سكرين مش هقدر اتابع معاكم الكويستشنز اند انسرز. لو تحبوا كده اعملها ما عنديش مشكله، وابقى اوقف في النص مثلا اشوف الكويستشنز اند انسرز اللي انتوا عايزينها. فالجاز جانجرين قلنا جاز جانجرين كانوا بيعملوا زي الووند، وتالت حاجه الليمب ترانسبلانتيشن ان هم تخيلوا ان هم لو الجندي جاي رجله مقطوعه من الحرب، لو قطعنا رجلين بتاعت البريزنرز ممكن نركبها لهم. فطبعا دي يعني افتكاسه كبيره قوي. الاستادي بقى الدوكيومنتد ومتاكدين انها حصلت اللي هي السيفلس ستادي، كانت معموله في امريكا. مين الفئه المستضعفه في امريكا؟ الفئه المستضعفه اللي هم الافريكان امريكان. جابوا 40 افريكان، 600 افريكان امريكان اللي هم المستضعفين في امريكا. الاستاد دي قعدت 40 سنه من سنه 32 لسنه 72، وللاسف عملوا لهم انفكشن وسيفلس، هم اللي عملوا لهم انفكشن وسيفلس وما قالوا لهمش ان احنا عملنا لكم انفكشن. اند they were followed up and not treated. يعني شوفوا بقى الاثكس، يعني بقى الاخلاق المجيده. المهم ان الاستاد دي اول ما اتعرف عنها سنه 73 اتوقفت، لان يعني دي الاستاد دي مش كان بيعملها شويه ريسيرشرز كده مش مسؤولين، دي كانت بتعملها وزاره الصحه الامريكيه. فكانوا بيجربوا السيفلس الاوتكم بتاعه ايه وبنعمل ايه وكده. فللاسف حتى سنه 97 اضطر كلينتون ان هو يعتذر عنها رسميا للبارتيسيبنتس اند ذير فاميليز. فاحنا هل بقى الهدف ان احنا نوقف ريسيرش خالص؟ مش معقول نوقف ريسيرش خالص، احنا عايزين نعمل ايه؟ ادفانسمنت اوف ساينس وفي نفس الوقت نعمل بروتكشن اوف سبجكت ويلفير. نعملها ازاي دي؟ ان احنا نعمل البالانس، نعمل ميزان، لا هنوقف ريسيرش بس في نفس الوقت مش هندوس على الهيومن سبجكتس عشان نوصل، فهنحط ethics to regulate the functions دي. امتى نحتاج research ethics؟ when to apply research ethics؟ whenever انا بشتغل على human subject research انا محتاجه research ethics. اي وقت بشتغل على human subjects محتاج research ethics، وده سؤال مهم. يعني ايه بقى human subject research؟ human subject research يعني research involving living individuals about whom the researchers obtains. الريسيرشر ممكن يجيب ايه؟ ممكن يجيب سواء معلومات داتا ثرو انترفينشن او انتراكشن، يعني اعمل اكزامينشن، اعمل له انفستيجيشن، اعمل له حاجه اعرف منه داتا، او بس اساله عن ايدنتيفايبل برايفت انفورميشن. ايدنتيفايبل برايفت انفورميشن ايدنتيفيكيشن، يعني انا بعمل تعملوا لي ايدنتيفيكيشن، ممكن اقول لكم ايه دكتوره ايمان الفور باسمي، بوظيفتي مدرس صحه عامه اللي اديتكم المحاضره بتاعه الافكس، بعنواني، دي ايدنتيفايبل برايفت انفورميشن. مش بس الديموغرافيك انفورميشن، كمان اي معلومه تقدر توصل بيها للانسان ده مين. طب تعالوا نجرب انتوا فاهمين دي ولا لا. انا هضطر اعمل هنا اسكيب
علشان اشوف اجابتكم. تعالوا نقرا كيس سيناريو. Survey study about smoking. Application describes the following proposed research activity. Investigator is conducting a survey study among smokers about their smoking habit. يعني واحد هيعمل بحث ويسأل الناس انت بتدخن ولا لا. Data are anonymous. يعني no identifying information. في واحد هنا anonymous بيسألني كل شوية في الشات. Does the investigator need research ethics committee review? هل في الحالة دي الانفستيجيتور محتاج ان هو يعمل research ethics committee review؟ ايه رأيكم؟ حد يعرف يجاوب؟ بناء على definition of research ethics اللي احنا قلناه؟ ايه حد جاوب؟ محدش معانا ولا ايه؟ يا ولاد معايا كام بارتس؟ معايا 34 واحد حاضرين، مفيش حد عارف يجاوب؟ مش فاهمين؟ طب ردوا عليا. مريم بتقول لا عشان anonymous data، وحد تاني بيقول اعتقد لانه في النهاية صح. صح يا شروق، يس محتاج كونسنت طبعا، لان هسالهم ممكن موافقتهم، بس ما موافقتهم دي هندخل فيها. طيب حلو قوي، يعني انتوا ابتديتوا تفكروا معايا وفاهمين شويه. انا هكبر تاني عشان سوا ما تزعلش، وبعدين لو في سؤال هرجع لكم. هنا انا الديفينيشن اوف هيومن سبجكت ريسيرش هرجع له ثانيه واحده. احنا قلنا يو انت ابلاي ريسيرش اسكس لما يبقى في هيومن سبجكت ريسيرش. يعني ايه هيومن سبجكت ريسيرش؟ انفولفينج هيومن ليفينج انديفيدوال. طيب انا هنا في ريسيرش اثكس ده، في الاستادي دي اللي هو مديها لي، بتعامل مع هيومن سبجكتس، مع living human subject، مع بني ادم حي؟ بتعامل مع بني ادم حي. يبقى في الحاله دي yes activity in research involving interaction with living individual، يبقى definition of human subject research is met. طيب تعالوا نتكلم على fundamental ethical principles. يعني ايه ethical principles؟ يعني الاساسيات بتاعت الethics. اربع حاجات. اول حاجه autonomy. يعني ايه autonomy؟ يعني desire to be self-directed. يعني انا حر اخد قراري لنفسي، ما تاخدليش قراري، اعتبرني ان انا بني ادم ليا كياني وانا هاخد قراري لنفسي، ما تعتبرنيش كده هوا. ده الاوتونومي، وده المبدا الاساسي بتاع الكونسنت، ان انا ما اقدرش اجبر حد على انه يشارك في الاستادي. اتنين حاجتين بيروحوا مع بعض، بينيفيشنس ونون مالفيشنس. يعني ايه؟ يعني ما قدرتش انفعه ما اضروش. يعني المفروض ان انا الاساس ان افكر في الانسان اللي قدامي ده انفعه، ولو هضره لا الاستادي دي هتتلغي، زي افتكروا الاستادي بتاعت السيكلس. رابع حاجه جاستس او الفيرنس، يعني اعامل الناس كلها كانهم زي بعض، ما بقاش افرق، ما احطش مجموعه من الناس زي مثلا الافريكان امريكان دول على انهم فران تجارب اجرب عليهم وعشان افيد الناس التاني البيض، او مثلا زي النازي لما عملوا اكسبيرمنتس على اليهود او البريزنرز وات ايفر زير ملتهم. يعني المهم ان انا ما افكرش ان انا افرق من الناس، يبقى كل الناس تستفيد، كل الناس كعرضه للريسك تتعرض، كل الناس كفايده من الريسيرش تستفيد. طيب بناء على الاربعه ethical principles دول عايزين نفكر مع بعض ايه اللي يخلي ريسيرش ethical. عندي 7 requirements necessary and sufficient to make human subject research ethical. بس طبعا الريسيرش ده بيحصل في العالم كله، في دول developed وفي دول developing، فاحنا بنعمل ايه؟ requirements دول universal بس ممكن يبقوا adapted حسب السيتويشن اللي فيها البلد. بس السبعه دول على الاقل، عايز تزود عليهم زود انت حر. اول حاجه social value. يعني ايه social value؟ يعني الريسيرش ده يبقى ليه فايده. يعني ما اعملش ريسيرش في حاجه قتلت بحثا، وانا خلاص انا عارف ان الملح بيرفع الضغط، اقعد بقى اجيب هيومن بارتيسيبنت وشويه اخليهم ياخدوا ملح وشويه اخليهم ما ياخدوش ملح واشوف الضغط بتاعهم عالي ولا لا. طب ليه انا اعرضهم لريسك؟ ليه اعمل استادي على حاجه قتلت بحثا ومثبته علميا؟ خلاص ده السوشيال فاليو في ريسيرش. ثاني حاجه ساينتفك فاليديتي، يعني ريسيرش ميثودولوجي. مش عارفه خدتوا محاضره الاستادي ديزاين ولا لسه، بس الميثودولوجي كل ستادي ديزاين بيانسر اسيرتن ريسيرش كويستشن. فانا لو استخدمت ستادي ديزاين غلط عشان يجاوب على ريسيرش كويستشن، يبقى انا بعرض هيومن سبجكت لريسك من غير ما اخد منه فايده. فعشان كده لجنه الاثكس وهي بتراجع الساينتفك فاليد. فير سبجكت سيلكشن، ده الفيرنس اللي احنا قلنا عليها، ما اجيش على فئه مستضعفه، ما اجيش على فئه سوشيو ايكونوميك ستيتس بتاعتهم ضعيفه، يبقى هم دول الاندر ريسيرش. فيفربل ريسك بنفيت، يعني بوزن، بعمل زي ميزان الريسك اجينست البنفيت. لو لقيت الريسك عالي قوي لا اكنسل الاستادي، لو البنفيت كويس ماشي، يبقى بعمل ايه؟ دايما ناحيه البنفيت بتاع البارتيسيبنتس. اندبندنت ريفيو، يعني ايه اندبندنت ريفيو؟ يعني يبقى في لجنه اثكس تراجع البروتوكول بتاعك وتشوف الريسيرش بتاعك ده مظبوط ولا لا. اندبندنت يعني ما فيهوش حد من الريسيرشرز. انفورمد كونسنت، يعني لازم العيان يعمل انفورمد كونسنت، يعني يوافق على المشاركه في الاستادي. هنشوفها دي لوحدها لان دي حاجه مهمه لوحدها.
respect for subject يعني all through process لازم ابقى بحترم الناس اللي بتعامل معاهم. انا عايزه اشوف حد، ما فيش اسئله. طيب خلينا نرجع نشوف. سبعة الأساسيين هناخد بقى الانفورمد كونسنت نتكلم عليه لوحده، اللي هو الموافقة المستنيرة. يعني ايه مستنيرة؟ يعني اديت العيان معلومات، وده الايثيكال برنسبل اوتونومي، اللي هو انا بعتبر الانسان شخصيه معتبره لازم احترمه ولازم اديله فرصه انه ياخد قرار. طب هياخد قرار ازاي وهو مش عارف؟ يبقى لازم اقول له معلومات. عشان كده الكونسنت دي بروسس، مش قصه ورقه انه يمضيها وخلاص، دي بروسس. بدي له معلومات وبعدين بتاكد انه فهم المعلومات دي، وبعدين ياخد الديسيشن على اساسها، ولو الاستادي فيها فولو اب يبقى طول الاستادي عام ابقى متاكده انه فاهم وموافق. يبقى مش قصه ورقه اديها للعيان زي الصوره دي، ورقه وتحت الضغط اخلي العيان يمضيها، لا لا مش كده. البروسيس لازم انور العيان. طب هنور العيان بايه؟ لازم الانفورمد كونسنت يبقى فيه معلومات معينه اللي هي الاسنشلز، يبقى فيه البيربز اوف ذا ستادي، يعني الاستادي دي ليه؟ ايه الريسك اللي العيان متعرض له؟ ايه البنفيتس اللي هتعود عليه او على الساينتفك كوميونتي او على العيانين كلهم اللي بالديزيز ده؟ ايه الالترناتيفز اللي قدامه لو ما دخلش معايا في الاستادي دي؟ كونفيدنشاليتي، هاو اي ويل كيب ذا داتا كونفيدنشال، كومبنسيشن التعويض اللي هديه له، الكونتاكت انفورميشن، مين لو حصل له مشكله يكلمه، لازم يبقى معايا رقم دكتور او مكان يروح له لو حصل مشكله. فولنتري بارتيسيبيشن، حضرتك مشاركتك في الاستادي دي فولي فولنتري، يعني انا مش هغصبك، لازم تاخد قرارك براحتك. يبقى الفورم كونسنت عشان افهم بيه العيان، استخدم بقى ميديكال تيرمز مجلصه؟ لا، لازم استخدم شورت ويرز اوف سنتنس، ما استخدمش تكنيكال تيرمز. ده بالعكس، ده احنا هنا في مصر هنعمله بالعربي، لو هنعمله كمان للعيانين مثلا القصر العيني يبقى اعمله سلانج لانجوج عشان الناس تفهمه، عشان الناس ياخد القرار بناء على معلومات، يبقى منور. عارفين لما بيقول لك نورت المحكمه؟ عشان كده اسمها موافقه مستنيره. يبقى بارتيسيبنتس اور ذير اوثرايزد ريبريزنتيف والانفستيجيتور هم الاثنين يمضوا، يبقى كانه عقد بيني وبين اللي هيشارك في الاستادي. What is the difference بقى؟ احنا خلصنا كده حته الايه؟ الانفورمد كونسنت. هنتكلم على شويه كونسبتس وهي دي اللي ساعات بيتلعب بيها في الاصلي، خليكم معايا فيها. What is the difference between privacy و confidentiality؟ privacy لما اتكلم عن انسان انا بعرف بكشف على العيان، ف I'm maintaining privacy، يعني هو نفسه ما يبقاش exposed. لكن confidentiality about data، انا خدت منه data، الداتا دي بكتب عليها confidential، يعني الداتا دي سريه واحافظ عليها ما تروحلوش. Privacy is the right of individual to hold information about themselves in secret, free from knowledge of others. أما confidentiality يعني handling of identifiable private information that has been disclosed to us. Identifiable information يعني إيه؟ يعني أي معلومات زي ما قلت، مش بس الديموغرافيك، مش بس اسمي، مش بس عنواني، أي معلومة تقدر تقول بيها. الدكتورة اللي ادتنا محاضرة الإفكس يوم الخميس الساعة 12:30، عرفتوني ولا ما عرفتونيش؟ عرفتوني. يبقى كده دي identifiable information. ده بقى أكتر حتة بتيجي في الأصلي، الفرق بين research misconducts. عندي للأسف إحنا كمصريين مشهورين labeled بيهم fabrication, falsification and plagiarism. يعني ايه fabrication؟ حد يعرف يعني ايه fabrication؟ حد يعرف يعني ايه fabrication؟ ردوا عليا، ردوا عليا في الشات. fabrication يعني ايه؟ فبرك، يعني هيعمل داتا، يعني مفيش داتا هو يفبرك، هيقعد كده مع نفسه ويألف داتا. امال ايه falsification؟ falsification يعني الداتا طلعت مش اللي انا عايزه، انا بجرب دواء جديد طلع دواء جديد اوحش من الدواء القديم، وانا عايز الدواء الجديد يطلع احسن، فاقوم ايه لعبه في الارقام عشان اطلع النتيجه اللي انا عايزاها، دي اسمها فولسيفيكيشن. امال ايه بلاجيريزم؟ بلاجيريزم يعني appropriation of the another's ideas، يعني اخد كلام الناس، برافو محمد نتائج بتالفها او مزور، دي فابريكيشن. اما الفولسيفيكيشن هي التغيير في الكلام. البلاجيريزم بقى اخد كلام الناس زي ما هو، انقله كوبي اند بيست. طب ما انا عملت كوبي اند بيست، لا مش مسموح لنا نعمل كوبي اند بيست. كوبي اند بيست لازم نعمل حاجه اسمها بارافريزنج، يعني اغير في الكلام واحط الريفرنس، يعني اقول الكلام ده انا جايبه من البيبر بتاعه ايمان الفور واحطها، فهمتوا؟ طيب honesty build trust. كده انا خلصت الجزء الاولاني اللي هو الريسيرش اثكس. في حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في الشات قبل ما نبدا الليتريتشر سيرشنج. اي حبايبي في اي سؤال في الجزء اللي فات؟ انا مستنياكم في الشات، مستنيه الاسئله. طيب افهم من كده مفيش اسئله وفاهمين؟ ماشي يا سلام فابريك. اللي هتلاقوه في الكتاب غالبا هتلاقوا ال 7 requirements،
وهتلاقوا الديفينيشن بتاع ريسيرش اثكس، وهتلاقوا الحته بتاعت ريسيرش مس كوندكت. انا عايزه لو حد عنده سؤال يكتبه لي قبل ما ادخل في الافكتيف ميديكال ليتريتشر سيرشنج. او الافكتيف ميديكال ليتريتشر سيرشنج ده مش في كتاب خالص، ده موجود ليه علاقه بكتاب العملي، بجزء العملي بتاع ريسيرش. فاحنا دي سكيلز بنتعلمها مع بعض. اهم حاجه في الكتاب، اهم حاجه فين في الكتاب، هيجي في الامتحان ولا لا؟ صح يا ولاد، اتعلمه اتعلمه عشان العلم نور، العلم بينور الدماغ. اسمعوا كلمتين، مش سمعتوا حدوته عن الاستادي بتاع السيفلس وحدوته عن اليهود والالمان؟ اهي حواديت، وديكوا بتتعلموا. تمام صح يا مريم، في جزء منه في العملي ده انا متاكده منه، بس برضو معيش الكتاب بتاعكم بتاع السنه دي. يعني انا عندي كتاب السنه اللي فاتت واللي قبلها. يعني ايه از ريتن ارمانداتوري؟ يعني الكتاب ريتن كونسنت، ريتن كونسنت مانداتوري، ولازم العيان بيمضي عليه واحنا بنمضي عليه، الريسيرشر بيمضي عليه. وساعات دلوقتي كمان لما بنيجي نببلش، اما بنيجي ننشر بحث علمي في مجله محترمه، بيطلب مننا ان يبقى معانا الانفورمد كونسنت ويبقى معانا موافقه لجنه اسكس. طبعا الموضوع اكبر من كده بكتير، احنا بنديكوا بس هايلايتس عشان تبقوا عارفين ان في حاجه اسمها موافقه لجنه اسكس. طيب دلوقتي بقى بمناسبه الفاكسين بتاع كورونا، اكيد سمعتوا ان في فاكسين كورونا طالع وبيقولوا هيدوه للاطقم الطبيه، هل ينفع ان يجبر الاطقم الطبيه على انهم ياخدوا فاكسين كورونا؟ هل يصح ان وزاره الصحه تعمل كده؟ تفتكروا وزاره الصحه بما فيها من باحثين وبما فيها من علماء مش فادي، هنورك تاني ان شاء الله فادي، هتقدر تجبر حد انه ياخد حاضر همشي بالراحه، هتقدر تجبر حد ان هو ياخد الفاكسين؟ ما ينفعش طبعا يا محمد، صح ما ينفعش. عشان كده البوست المضحكه اللي طالعه على الفيسبوك ان هم هيجربوا في الدكاتره وهيبتدوا بالدكاتره، لا طبعا لا طبعا. سهى بتقول مش فاهمه الفرق بين الفابريكيشن والفولسيفيكيشن، هقول لك اكزامبل وانت تفهميه. سهى انا عملت بحث علمي، قلت ايه، هجرب مثلا اكل الملح على الضغط، تمام؟ فانا قلت قعدت في بيتنا وجبت شيت الداتا او الورق بتاع العينين ومليته انا، دي اسمها فابريكيشن. يعني ايه؟ يعني ميكنج اب داتا. انا ما اصلا ما شفتش عينين ولا جربت عليهم حاجه وانا الفت الداتا، تمام؟ دي طريقه، دي اسمها فابريكيشن. امال ايه الفولسفيكيشن؟ لا انا جبت العينين واكلتهم، واكلت جروب ملح وجروب مش ملح وقست ضغطهم، طلع بالصدفه ان الضغط بتاع العينين اللي كانوا الملح احسن من الضغط بتاع العينين اللي ما كانوش ملح، فده هيطلع عكس المفروض يطلع. فاقوم انا ايه، لعبه في النتائج، مغيره النتائج شويه لغايه اما الاقي ان العينين اللي هم اثبت ان الملح هو اللي، يعني انا في دماغي من قبل ما ابدا الاستادي ان الملح هو اللي هيعمل كده، فانا اثبتها بايه، العب في الداتا لغايه ما اطلع النتيجه اللي انا عايزاها. قولي لي بقى يا سهى كده فهمتي ولا لا الفرق بينهم؟ اللي صح عشان ننجح يا محمد. طبعا مش من حقهم يا عليا، طبعا طبعا مش من حقهم ان هم يفرضوا اي حاجه على اي حد، وما حدش يقدر يعمل كده. يعني ده كله هري، الناس اللي بتهري على الفيسبوك ما حدش مدرك ان ده اصلا مش من الريسيرش اثكس، ان احنا نجرب حاجه على حد او نجبر حد ان ياخد حاجه وهو مش عايزها. ده اول حاجه انفورمد كونسنت، ده انفورمد كونسنت ده في ريسيرش، وانفورمد كونسنت في البراكتس. عشان انتوا تبقوا فاهمين بقى، انتوا دكاتره دلوقتي واكيد الناس بتسالكم في الايرا دي نعمل ايه ونروح فين وكده. تمام يلا نخش على الافكتيف ميديكال ليتريتشر سيرشنج، ولا لسه عندك اسئله؟ انا مستنيه سهى تكونفيرم انها فهمت. سهى ايه، ادخل في اللي بعدها، حد يقول لي اي حاجه؟ طيب فين فايدة؟ راح فايدة فين؟ طبعا يا محمد ممكن تاخده. ابعتها لكم ازاي؟ قولوا لي وانا ابعتها لكم بالطريقه اللي تحبوها. انتوا عندكم جروب او عندكم حاجه؟ ما اعرفش، شوفوا تحبوا ابعتها لكم ازاي. طيب ابدا، الحمد لله يا لقوش يا ولاد، ما عنديش كورونا الحمد لله، عملت المسحه وطلعت نيجاتيف. يعني عندي كورونا في شهر 6 ودلوقتي عملت المسحه لما جالي برد تاني وطلعت نيجاتيف، انا كده مش كوفيد الحمد لله، خدنا كوفيد ايه في شهر 6 كفايه. ها الحمد لله، محدش بيرد عليا. طيب نكمل، ماشي يا فيفي، فيفي نكمل يلا، انا هكمل شويه وفي النص اقف تاني لو شوف لو في اسئله.
effective medical literature searching. المحاضره دي بتاعه الدكتوره مروه رشاد، اكيد عارفينكم كلها، عارفينها كلكم. انا بس هعملها presentation وشويه modifications بسيطه. الهدف بتاعنا في المحاضره دي ان احنا نعرف ازاي نعمل effective medical literature searching و apply effective medical literature searching و appreciate the importance بتاع effective medical literature searching. لما انا بكتب في جوجل هوت دوج، انا بيبقى قصدي ايه؟ ده قصدي الساندوتش الجميل اللي فوق ده. الداتابيز او جوجل اللي هو بيسيرش في الداتابيز بيفهمها ازاي؟ فما حاجه سخنه وكلب والهوت دوج والبول دوج اللي نايم في الارض ده، بيفهمها كل ده على بعضه. فانا لازم افهم الداتابيز بتفهم باي طريقه عشان لما اعمل سيرش اريتريف اللي انا عايزاه بالطريقه اللي هم بيفهموها. يعني ايه داتابيز؟ داتابيز عباره عن تجميع للداتا، اورجنايز كولكشن اوف داتا، بس مترتبه ومتفهرسه. بيبليوجرافيك داتابيز سيرش ثرو ميني اوف ذا سيم تكنيك از اني اذر داتابيز، بتتعمل بنفس الطريقه. هنا هنركز على جوجل، بس اللي هنقوله على جوجل ابلاي لاي ليتريتشر سيرش. انا عارفه ان انتوا كلكم اكيد بتعرفوا سيرش في جوجل، اكيد يعني دي مش حاجه يعني غريبه ولا جديده محتاجينها. يعني انا اولادي الصغيرين ان هم عندهم 3 سنين كده وبيسيرش وبيجيبوا اللي هم عايزينه. فاحنا بس هقول لكم شويه تيبس يمكن تساعدكم للي مش عارفه. واي سيرشنج ميديكال ليتريتشر؟ ليه محتاجين نعمل سيرش في الميديكال ليتريتشر؟ ليه؟ ايه اللي بيخليني اروح واعمل سيرش؟ عايز اكل، عايز اكل، نشوف اقرب مطعم للبيت بيقدم اكل حلو. فايه جعان جعان بالذات بالليل بقى والاكل بيحلو، ويطلب بيجيب لنا الاكل من اي حته، فانا هعمل سيرش واشوف ايه الاماكن اللي فاتحه. لا، احنا بنتكلم على الميديكال ليتريتشر مش على الاكل، خدوا بالكم، ولا على سوق دوت كوم. فاحنا عايزين نعمل سيرش، انا جات لي حاله غريبه فعايزه اعرف اعمل ايه مع الحاله دي. فده تو انسر ا سبيسيفيك بيشنت كيس ريليتد كويستشن، اجاوب على سؤال ليه علاقه بالحاله اللي قدامي. الحاله دي الاحسن اديها كذا ولا اديها كذا؟ الحاله دي اعمل معاها ايه؟ او تو ليرن مور اباوت ا ميديكال توبيك في الاديوكيشن. اللي بيسال ده مش في الكتاب، ده مش في الكتاب، دي سكيلز بنتعلمها تبع ريسيرش موديول، عشان لما يطلب منكم تدوروا على بروتوكولز وتكتبوا البروتوكول تلاقوها. تمام؟ تو ليرن مور اباوت ا ميديكال توبيك. فبتعلم، انا مثلا درست الريسيرش اثكس النهارده وعجبتني، وقلت لا انا هدور على الميديكال ريسيرش اثكس واقرا فيها. زمان زمان كان في طلبه بيعملوا كده، يعني ما اعرفش دلوقتي دول لسه موجودين ولا انقرضوا. To determine the current best practice، احسن guidelines ممكن نمشي بيها. To give the best possible care to patients using evidence-based means، عشان ادي احسن كير واشوف احدث guidelines امشي عليها، مثلا في علاج الهايبرتنشن، في علاج الدايبيتس. انا دكتور خلاص اتخرجت، عايز اشوف احسن حاجه اعملها مع العينين بتوعي. فدي احدى الايه الاسباب اللي تخليني اعمل medical literature search. طب اعمل search ازاي؟ اول حاجه احدد التوبيك اللي انا عايز ادور عليه. انا عايز ادور على الكوميونيكيشن مثلا، كوميونيكيشن سكيلز، عايز ادور على ريسيرش. انا الموضوع بتاعي في الريسيرش الويل بينج، مش عارفه مين فيكم جروب بي 3، انا معايا جروب بي 3 ان شاء الله في الريسيرش، فاحنا هنشتغل ويل بينج. فممكن احدد التوبيك، التوبيك بتاعي ايه؟ يوث ويل بينج او ميديكال ستودنتس ويل بينج. بريك ات داون انتو كومبوننتس اند كونسبتس، اكسره بقى. فعندي كلمه ويل بينج وعندي كلمه ميديكال وعندي كلمه ستودنتس، صح؟ اتشوز كي ووردز ديسايد ان ووردز تو ديسكرايب ذا كونسبت. ممكن ويل بينج بدلها ساتسفاكشن، بدلها لايف ساتسفاكشن. ممكن ميديكال ستودنتس بدلها ايه؟ بدلها ستودنتس عامه، بدلها اي. كونسيدر كومباينينج كي ووردز يوزنج بولين. بولين دي هنتعلمها مع بعض دلوقتي اوبريتورز. تراي اوت ذا سيرش، ابتدي اجرب السيرش بتاعي، هيطلع لي ريزلتس، هشوف الريزلتس دي كفايه حلو مش كفايه، ابتدي اعمل لها ريفايننج، وبعد كده ريكول ماي سيرش. هناخد ستيب باي ستيب من دول. اول حاجه ديفاين ذا توبيك. مش عارفه الريت كده كويس ولا سريع عليكم، لو سريع قولوا لي. ديفاين ذا توبيك يعني ايه؟ يعني حدد الموضوع بتاعي. احدد الموضوع بتاعي. بي كلير اباوت ذا توبيك اريا، رايت داون اكزاكتلي وات يو ار انترستد ان، يعني حدد بالظبط اللي انا عايز ادور عليه. مثلا الاكزامبل المكتوب عندنا هنا كوميونيكيشن ويز ريليتيف ان تيرمينال كير. يعني ايه كوميونيكيشن ويز ريليتيف ان تيرمينال كير؟ يعني ازاي اتعامل مع قرايب العيان التيرمينال. هو للاسف دلوقتي بقى قرايب العيان دي مشكله في كل حته، يعني طلبه ولادي اللي هم امتياز دلوقتي في الاستقبال عندهم مشكله كبيره في التعامل مع ريليتيف، لان هم للاسف ريليتيف بقوا بيضربوا وبيزعقوا وبيتخانقوا، اكيد سمعتوا عن الكلام ده. طيب هنكسر التيرمز دي لكونسبتس، عشان تكي كونسبتس، والكي كونسبتس دي هي اللي عامل سيرش عليها. خدوا بالكم ان كل كلمه بكتبها في جوجل هو بيبحث عنها، فانا شطارتي ان انا اكتب اقل كلمات توصلني لاحسن نتيجه انا عايزاها. كي كونسبتس فور ذا توبيك اباف وود بي كوميونيكيشن وريليتيفز وتيرمينال كير. فانا قسمتها كوميونيكيشن وريليتيفز وايه وتيرمينال كير. طيب هكسر الكي كونسبت دي تاني. هيلب وز ايدنتيفاينج كونسبتس، وان اوف ذا تكنيك بلو could help you to decide what the main concept in your research. اعرف ازاي main concepts؟ ان انا اعمل المايند ماب. انا كده في منكم بيذاكر بالمايند ماب، ان انا اقسم relatives, communication, terminal care. فاما اقسمها كده التقسيمه دي هتساعدني في ان انا اوصل للايه؟ للمعلومه. choosing the keyword، هختار كل ال possible phrases اللي ممكن تنفعني، يعني ال possible terminology،
والسبيلنج المختلفه والسنانم بتاعت الكلمه اللي ممكن نستخدمها. مثلا patient satisfaction ممكن تبقى consumer satisfaction، clinical effectiveness ممكن تبقى treatment outcome، health education health promotion او patient education. فهي دي ايه اللي هتفرق. طيب البولين، حد عنده اي فكره عن البولين اوبريتور دي؟ خدتوها في اي حاجه قبل كده في المدرسه حتى؟ ها حد يرد عليا من فضلكم، خدتوها في المدرسه حتى؟ وانتوا شايفين الكاميرا بتاعتي ولا لا؟ شايفيني يا اولاد يا دكاتره؟ لسه انا رابعه الراوند التاني الحلوين، لسه ما شفتكوش بس هشوفكم ان شاء الله من الحد. ها لا ايه مش شايفني ولا لا ايه؟ لا ايه مش فاهمه. لا دي على اجابه انا سؤال فيه شكلي او اسمي. عارفين عارفينهم. ما خدتهمش في المدرسه. اوكي طيب يبقى حلو، هنضيف لكم معلومه جديده. طيب البولين اوبريتورز دول بقى يا حبايبي اللي هي هتساعدني في السيرش. مش شايفين صورتي؟ امال انا قاعده فاتحه الكاميرا ولابسه ليه؟ امال ايه اعمل ايه عشان تشوفوا دي كده؟ شايفيني فيزياء كده؟ شايفيني ولا لا؟ مين الفيزياء الحديثة الضوابط الإلكترونية والكلام الكبير ده والحاجات دي بتاخدوها في ثانوي كده؟ شفتوني ما شفتوش البرزنتيشن صح؟ طيب انا هحاول ايه اعمل لكم الاثنين كده، ايه رأيكم؟ كده شايفين الاثنين؟ كده الاثنين. طيب انا قاعدة اشرح واعمل حركات بايدي وفاكراكم شايفين، ما علينا. غيرتها اهو. اهو حطيت الاثنين كده شايفينهم مع بعض. كده تمام ماشي كده تمام، دي افهم ان احنا الاثنين مع بعض. ربنا يكرمك يا فيك. حلو تمام، انا اقعد اشرح لكم ساعات. طب يلا يلا نرجع البولين اوبريتور دي سهله جدا وانا مش هطول عليكم ما تقلقوش، انا عارفه ان انتوا بتبقوا النهارده الخميس وفي حاجات كتير تتعمل. بصوا بقى البولين اوبريتور دي اند واور ونوت لما بدخلهم بين الميديكال تيرمز اللي انا بستخدمها في السيرش. تمام اند واور ونوت هنعملهم ازاي؟ اهو جوجل بيفهمها، ومش بس جوجل، اي سيرش انجن. انتوا عارفين ان جوجل ده اسمه سيرش انجن، اي واحده بتتعامل بنفس الطريقه. تمام اند واور ونوت. اند يعني ايه؟ لو انا قلت له انوركسيا اند تين ايجر، يبقى هو هيدور لي على الانترسكشن اللي بينهم، يعني هيدور لي على بيبرز او على حاجات منشوره فيها الانوركسيا مع التين ايجر مع بعض، فمش هيطلع لي الانوركسيا بقى اللي في الاطفال والانوركسيا اللي في العواجيز والانوركسيا اللي في فاهمين، ومش هيطلع لي اي حاجه ليها علاقه بالتين ايجر تانيه غير الانوركسيا. فده بيهلب ان انا اوايدن ولا انارو السيرش؟ ايه رايكم؟ يوسع ولا يصغر ولا يقلل السيرش؟ يعني يخلي الريزلتس اللي تطلع لي كتير قوي ولا يخليها قليله بس افكتيف من اللي انا عايزاه بالظبط؟ حد يرد عليا؟ انا عارفه الاجابات بتوصل متاخر. طيب بيقلل، برافو. نفسي اعرف اسمك ايه الانونيمس ده، اسمك ولا اسمك ولا ايه؟ طيب يبقى هيقلل فعلا، هينارو الريسيرش. احنا مشكلتنا دلوقتي، زمان زمان وانا صغيره ايام ما كنت بعمل الريسيرش بتاعتي وانا طالبه زيكم كده، كان مشكلتنا ان احنا مش لاقيين معلومات، ما كانش سهل قوي ان انا ابحث عن حاجه كده واطلع معلومات. بس بعد كده دلوقتي مع ثوره المعلومات اللي احنا فيها بقت الدنيا كتير قوي، فانا كل لما اقلل المعلومات اللي بتطلع يلا ورايح دماغي واخد اول حاجتين ثلاثه وخلاص ورايح دماغي، مش يطلع لي 1000 حاجه وانا احاول ادور بينهم. ولو شفتوا السيرش في جوجل بيطلع كده، لو انا مش مختاره كيوردز ومش مستخدمه البولين بيقلل. تمام فيبقى انا هستخدم اند عشان انارو الريسيرش، يبقى هيطلع لي بوست تيرمز انكلودد ان اني ريزلتس، if a record has only one of the two terms it will not be retrieved. تمام طيب تاني حاجه بقى ايه؟ قلنا دي اند. طيب لو استخدمت اور بقى،
اور بقى هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي كله، انوريكسيا وبوليميا، او انوريكسيا مع تين ايج، هيجيب لي كل الحاجات اللي على الانوريكسيا وكل الحاجات اللي على البوليميا وكل الحاجات المشتركه بينهم. فده بيوايدن الريسيرش، ده بستخدمه امتى؟ ابحث على حاجه جديده زي كوفيد 19، لسه ما كانش فيها دلوقتي فيها كتير، بس في وقتها ما كانش فيها حاجات كتير كلام عنها، فده ايه ممكن استخدمه عشان اوايدن ريسيرش، عشان اجيب معلومات اوسع عن الموضوع اللي انا عايزاه. تمام كده؟ يبقى اند هتنارو واور هتوسع، يبقى ده وده بيساعدني ان انا ايه استخدم سينونيم. يعني ممكن هايبر تنشن استخدم elevated blood pressure، ممكن استخدم elevated systolic blood pressure، elevated diastolic blood pressure، فاهمين؟ عشان لو مش لاقي ادور اكتر. طيب يبقى اور دي بتساعدني. طب ايه كمان يا ولاد عندي؟ يبقى اور always prudence a search. طب انا not، انا عايزه البوليميا بس مش الانوركسي، فهقول له يجيب لي كل حاجه ليها علاقه بالبوليميا ويبعد عن الانوركسي. فهمتوا كده؟ هيبعد عن الانوركسي. طيب ذا نوت اوبريتور، النوت اوبريتور ده بيقول له مش عايز ده، فده اليمينيتور، بيشيل جزء انا مش عايزاه. كل الريسيرش اللي بيطلع لي عن الفاكسين، لا انا مش عايزه الفاكسين، انا عايزه كوفيد 19 بس مش الفاكسين، فيطلع لي السيمتومز ويطلع لي كوز اوف ايجنت ويطلع لي ويطلع لي ويطلع لي معلومات عنه من غير الفاكسين. ده يبقى النوت ده بي ايه بي بيشيل المعلومات اللي انا مش عايزها. يبقى النوت اولويز ناروز ا سيرش. طيب اعمل ايه؟ هروح بقى جوجل، اكيد انتوا عارفينه يعني، انا بتكسف وانا بقول الحته دي. بنكتب في السيرش بوكس وهو بيفهم جوجل انستنت، يعني ايه؟ يعني هو بيفهم وانا بكتب، يقوم ايه مطلع لي اوبشنز اللي الناس كانت بتدور عليها قبل كده، فممكن اختار منهم من غير ما اكمل كتابه. لو انا مصر على كتابتي اكتب اللي انا عايزه. تمام؟ every word matters، كل كلمه بتكتبها بتفرق وبيدور عليها. فاند وان وذا كل ده بيلغوش دماغه على الفاضي. احسن لنا ان احنا زي ما قلنا نختار كي تيرمز او كي ووردز هي دي اللي هنبحث عنها. والسيرش كيس انسنسيتيف، يعني ايه كيس انسنسيتيف؟ يعني مش هتفرق كام لتر ولا سمول، اي سيرش هيبقى كويس، ولا كابيتال ولا سمول، يعني مش لازم اغير اللتر الكابس لوك او اخليها كابيتال او سمول. طيب دي بقى مهمة قوي، الفريلي اكسس بيبليوجرافيك داتابيز بالذات الميديكال. عندي الباب ميد، الباب ميد دي البابليك لايبرري اوف ساينس بتاعت امريكا، اللي هو اللينك بتاعها موجود. لو هتاخدوا البرزنتيشن قولوا لي بس اوصلها لكم ازاي، هتلاقوا اللينكس دي اكتف، يعني ممكن تدخلوا منها وتعملوا سيرش وهتحتاجوها وانتم بتدوروا على الابستراكتس في البروتوكول بتاعكم. دايركتلي فور اوبن اكسس جورنالز، باب ميد سنترال، بابليك لايبرري اوف ساينس بلس، باي ميديكال سنترال، بي ام سي، يعني في سايتس كتيره قوي. طبعا جوجل وجوجل سكولر اللي انتم عارفينهم، وفي جوجل بوكس، في كوكرين ده داتابيز للحاجات الايفيدنس بيس، الايفيدنس بيس جايد لاينز، وفي الكلينيكال ايفيدنس، وفي جورنالز زي ايفيدنس بيس ميديسن، وكل دي لينكس هتساعدكم في ريسيرش. احنا كان هدفنا من ان احنا نجمعها لكم عشان لما يطلب منكم تكتبوا ابستراكت او تدوروا في موضوع معين اللي هو الدومين اللي هتبحثوا فيه في الريسيرش بتاعكم، انتوا عارفين الموديول اوف ريسيرش عليه 8 درجات لوحده، يبقى المواقع دي بتساعدكم. طيب انا عملت كده ودورت في المواقع دي. حاضر حاضر يا فاطمة. طب ما حد منكم يكتب لي ايميله هنا وانا ابعتها له ولا ايه؟ مين اللي مش شايفني لسه ده؟ طيب خلينا بقى هنا. داتابيز تانية غير الباب ميد. داتا بتاعت ايه؟ بعت لكم الداتا ايه؟ داتا مين؟ انا مش فاهمه انتوا عايزين ايه، فاتفقوا مع بعض وقولوا لي اوصل لكم البرزنتيشن زي اي ام ويلنج. يعني لو حد حتى يكتب لي رقم واتساب دلوقتي او ايميل ابعتها له عليه على طول. يو مي جيت تو ميني ارتكلز، تو فيو ارتكلز، او نو ارتكلز. وانا ببحث يا اما يطلع لي كتير قوي، يا اما يطلع لي قليل قوي، يا اما ما يطلعليش حاجه. طيب لو طلع لي قليل قوي اعمل ايه؟ يبقى انا عايزه اوسع. هو طلع لي قليل، انا عايزه اوسع ريسيرش السيرش بتاعي. اعمل ايه؟ هجرب سينونيم تاني او كي وورد تانيه بنفس المعنى، هستخدم اور، صح؟ مش احنا قلنا اور بتوسع، او هعمل ترانكيشن. هنعرف يعني ايه دلوقتي ترانكيشن، وممكن نراجع السبيلنج بتاعي والداتا بيز كفرتش. يمكن انا كاتب السبيلنج غلط فهو مش عارف يروح له. ابراهيم فاطمه، اتفضلي يا فاطمه انا هاخد كوبي من ده. فاطمه فاطمه كوبي فاطمه. مش عارفة اعمل كوبي فقط. طب استني مين الليدر بتاع جروب؟ في ليدر للجروب؟ ليدر اوف ذا ليدرز؟ طيب هو مفيش طريقة هنا على تيمز اقدر ابعت لكم بيها البرزنتيشن؟ اكيد فيه.
طيب خلينا بس نخلص المحاضرة وبعدين نتفاهم في القصة دي. أنا هيفضل عندي الشات هنا فيه الأرقام وفيه الإيميلز اللي أنتوا بعتتهم. هو الجيميل حضرتك ممكن تبعتيه لحد فينا، هبعتها لينا. طيب أنا هعمل بابلش لده كله عشان يبقوا عندي وأقدر أبعت لكم بعد كده. يلا لو طلع لي قليل قوي قلنا هن بروتين سيرش. بروتين سيرش بايه؟ بقور، او استخدم سنانم تانية احطها مع السيرش بتاعي، او اعمل ترانكيشن. حد عنده فكره يعني ايه ترانكيشن؟ حد سمع عنها قبل كده؟ يعني ايه ترانكيشن؟ اهي ترانكيشن. ترانكيشن يعني مثلا انا عايز اسيرش على حاجه اسمها حاضر انا هقول لمره، هوصل لمره على ايكونوميك. ايكونوميك اوكي. فايكونوميك يعني ايه؟ فاطمة ليدر بي 1، مين ليدر بي 3 بقى؟ بي 3 معايا ايكونوميك. فانا ايكونوميك اللي هي ايه؟ هعمل ايه؟ هحط ايكو اون، اي سي او ان زي ما في الاكزامبل كده، واحط ستار. ستار دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيعمل ايه؟ هيدور على كل الكلمات اللي هي نهايتها بقى وات ايفر، اولها اي سي او ان، ممكن تبقى ايكونومي، ممكن تبقى ايكونوميك، ممكن تبقى ايكونوميكال، ممكن تبقى ايكونوميز، كل ده ممكن مع بعض. او ان انا استخدم اور، احط واحده مثلا جريت بريتن اور يونايتد كينجدوم، فيدور لي على ده ويدور لي على ده فيزود الريزلتس. او اعمل وايلد كارد، انتوا عارفين في بعض الكلمات بتتكتب في الامريكان غير البريتش انجلش، يعني زي urbanization تتكتب بالزد وتتكتب بالاس، فانا اكتب urbanize والحرف المختلفين فيه دي اعمل فيه question mark، فهو كده هيريتريف الريكوردز المكتوب فيها بالزد واللي مكتوب فيها بالاس. تمام فاهمين كده ولا ايه يا ولاد؟ طب طلع لي ريزلتس كتيره، تو ماني ريزلتس، يبقى انا عايز اعمل ناروينج. قلنا ناروينج بنستخدم اند صح؟ تراي الترنتيف مور سبيسيفيك ويز، لا انا مستخدم كلمه كبيره قوي عايز استخدم حاجه صغيره، او يوز اند، او ابلاي فري سيرشنج. فري سيرشنج يعني ايه؟ يعني مثلا عايزه اقول كوفيد 19 فاكسين، فاعمل كوفيد 19 فاكسين، لو كتبتها كده لوحدها في السيرش هيطلع حاجات كوفيد 19 وهيطلع حاجات فاكسين. لا انا عايز اطلع حاجه فيها كوفيد 19 فاكسين على بعضها، ممكن احطهم بين كوتيشن، اعمل كوتيشن ماركس عليها، كوتيشن فوق وتحت كده يعني قبلها وبعدها، فهو هيدور على الاكزاكت فريز زي ما هي مكتوبه بالظبط كوفيد 19 فاكسين. يبقى ابلاي ليميتس، او اعمل ليميتس في السيرش، في الادفانسد سيرش في ليميتس، لو حد منكم دخل على جوجل في الادفانسد سيرش في ليميتس للادفانسد سيرش. يبقى الكوتيشن ماركس زي هنا ووتر بوليوشن او عامل عليها كوتيشن، او استخدم اند، او اكسكلود الحاجه اللي انا مش عايزها. طيب طلع جاست رايت، حلو قوي الحمد لله، هم دول اللي عايزهم اخدهم. هعمل حاجه اسمها سيف الريزلتس وادوكيمنت السيرش بتاعي. ساعات بنعمل حاجه حلوه قوي بتنفع جدا على فكره وعن تجربه، يعني اللي هي سنو بولينج. يعني ايه سنو بولينج؟ انا دلوقتي لقيت بيبر حلو قوي عن الموضوع اللي انا كنت عايزه، وهي دي اللي انا بحلم بيها. اقوم عامل ايه يا ولاد؟ اقوم داخل في البيبر دي في الريفرنسز بتاعتها وافتح فيهم، يطلع لي بيبرز برضو ريليتد للموضوع، ما هو كاتب بريفرنسز ليها علاقه بالموضوع. فده بيسهل قوي قوي ان انت لو لقيت توبيك او سيرش ريسيرش بيبر ده شبه التوبيك بتاعك، ممكن تدخل في الريفرنسز بتاعتها يجيب لك اذر داتا او اذر ريسيرش زي اللي انت عايزها. طيب يبقى انا مثلا عندي توبيك ده اكزامبل communication with parents or relatives in palliative or terminal care. الكي ووردز عندي communicate، ممكن communication، ممكن communicating، ممكن اعمل لها ترانكيشن ازاي؟ اكتب communicate وبعدين احط علامه الدولار ساين، وممكن treasure terms اللي هي interpersonal relation, professional family, relations, communication. لو عايز اوسع استخدم ايه؟ or. كل دي طرق عشان تريتريف معلومات. طيب ممكن family, families, relative, relatives, parents, parents, fathers, mothers, father واحط s هو بقى يكمل mother s. طيب وفي treasure family, terms family or parents، والبولين هنا استخدم or. طيب دي نفس الكلام برضو على الترنال كير والباليتيف كير والبالييشن والترانكيشن بتاعهم. ريكورد يور سيرش، المفروض ان انا اسجل ليه؟ عشان لو كملت بعد كده سيرش يبقى انا عرفت انا وصلت فين. دي حاجه في اغلب الداتا بيزز دلوقتي بتعمل سيف يور سيرش ريزلتس. وممكن كمان يا اولاد اكون شغاله سيستماتيك ريفيو او حاجه اسمها ميتا اناليسيس، ده نوع من الريسيرش بيعتمد ان انا بريسيرش على بيبرز وادور عليها، ممكن اكون شغاله انا وحد من زمايلي، فابقى عايزه اعمل سيف للريسيرش ريزلتس دي عشان اللي بعدي يكمل عليا. وده اكزامبل ازاي اكتب ريسيرش ريزلتس او الاكتيفيتي. طبعا لما كنا قبل كده فيس تو فيس كنا بنوزع الورق ده ونعمل ريسيرش كنا بيبقى مور انتراكتيف. ثانك يو يا اولاد. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين حاجه؟ ولا حد عنده اي سؤال؟ انا معاك اهو لو حد عنده اي سؤال. طب حد يرد عليا يقول لي خلاص ولا حاجه عشان حتى نقفل، انا مستنيه يمكن في سؤال ولا حاجه.
يا أولاد. أي أسئلة؟ تمام تمام يا حبيبي، حاضر والله، هبعتها لكم. انا كذا حد بعت لي الايميل. طب اقول لكم فكره، بس اوعوا تؤذوني بيها. يعني انا هكتب لكم رقم تليفوني، ولا لا الاسهل اكتب لكم ايميلي. اوكي، وايميلي ده دلوقتي حد منكم يبعت لي عليه، وانا هريبلاي بالايميل بتاعي ده، اسهل لي. اوكي، البروتوكول المفروض هنقدمه الحد الجاي. هنعمل سب جروب بروتوكول يوم الحد الجاي، اللي هم جروب بي B1 لغاية 5، هيعملوا السب جروب بروتوكول. لا ده ايميلي الفور سكور ايمان شيفت ات ياهو دوت كوم. حلو كده، جاي عندكم قولوا لي يا ولاد، لو جه عندكم قولوا لي. ممكن حد يبعت لي ايميل وانا ابعت لكم من غير ما نزعج دكتوره مروه خالص، بس اللي هيبعت لي يبعت لزمايله. اوكي، يعني اللي بيعت ياخد البرزنتيشن يبعتها لزمايله. يبعت يعرفني بنفسه ويقول لي انا فلان الفلاني، عشان بس ما اعرفش مين. اوكي، محدش بيرد عليا، هزعل منكم يا ولاد، ولا الرد بيتأخر. طيب تمام، ايه اللي جالكوا بالظبط؟ جالكوا الايميل؟ طيب انا مستنيه بقى حد يبعتلي، هقوم انا بعتاله على طول. المحاضرة دي يا ولاد جزء منها مني بتاع زمايلي، فانا سايبه اسمهم عليها مع اسمي عشان حقوقهم لما نتكلم في اسكس. حد عنده اي سؤال في اي حاجة في البابليك هيلث الى الان؟ حد عنده اي مشكلة في اي حاجة؟ الناس مشيت وسابت، انا مش عايزه اطول عليكم. لو ما حدش عنده اي سؤال، لو عنده اي حاجه حد يقول لي سلام عليكم، وانا هقول سلام عليكم وهقفل.